السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العمال لا يأذنون لهم كفلائهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم كحراس في المزرعة، وقد قالوا لي تكلف الجمعة على كفلائنا لأن يأذنون لنا، فما رأيكم يا شيخ؟ إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن الله عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت وهم خارج البلد، فإن الجمعة لا تلزمهم، ويطمئن العمال إلى أنه لا إثم عليه في البقاء في المزرعة، ويصلون ظهرا، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن في ذلك خيرا له وخيرا لهم وتطيبا لقلوبهم، وربما يكون ذلك سببا في نصحهم إذا قاموا بالعمل بخلاف ما إذا ضغط عليهم. وكثير من العمال يطلبون الصلاة صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد وجلسوا يتحدثون في نفس المسجد والإمام يخطب. ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد أن يصلي الجمعة، إنما يريد أن يجتمع إلى أصحابه وعرفائه أو معارفه فقط، والله أعلم بالنيات، والمدار هو على ما سبق. إذا سمعوا النداء لولا مكبر الصوت وهم في البلد فلا حول، وإذا كانوا خارج البلد فلا عليهم، فليس عليهم شيء.